المواجهة وهو عماني والطاقم عماني بقيادة الظهر أمامنا الذي يطلق صافرته الآن إبراهيم الحسني ويساعده كل من علي حمدان وغانم البلوشي، بينما الحكم الرابع هو ياسر الرواحي. مرتين تعادل في أربع وخسر في سبع. هنا محاولة وكرة تبعد من جانب الدفاع وهنا تسديدة والمحاولة ما زالت قائمة لفريق الفيصلي السعودي الذي يحول كرة ناحية اليسار والكرة العرضية ولكن تفلت من حارس المرمى ليعاود مرة ثانية اصطياد الكرة ويتعرض لإصابة هنا الحارس حسين حرم. سلامات حسين. تنفذ الكرة الآن ويلعبها ولكنها برا الملعب، ركلة مرمى. ركلة مرمى محاولة كانت لفريق الفيصلي الواضح في هذه المواجهة. هنا تلعب والله الله على الكرة الإبار الأول لتيسير آل التيم. إذا اللقطة الماضية شوف من معاها كرة مفاجئة حاول يسقطها على حارس المرمى لكن عيسى بينفذ الركلة الركنية ويلعبها بالراس ودفاع فريق الفيصلي متفرج. نعم متفرج، هذه لقطة دفاع فريق الفيصلي ليس هو على مستوى الهجوم يبدو لي. وهنا مرور وحالة خطرة الآن وجه لوجه ويحاول مور ويتلعب ويحطها. الكرة هذه على الكرة هذه ركلة ركنية على يسار حسين حرم للفيصلي السعودي. كرة بيبعدها دفاع، شوف وين ابعدها، رجعها لك قالك جرب مرة ثانية اللعب العرضية ولكن ما طلعت. احنا فيها والهجمة ما زالت، يلعبها عرضية ويحطها بالراس وخطرة وبتلعب لكن الشبك من برا وكرة كانت خطيرة. والفيصلي بخروج اسماعيل العجمي ومشاركة المهاجم سوماه اللاعب الدولي الغيني. مرور ومهارة فردية، إيصال كرة في شكل سليم وتأخر فيها ومحاولة عرضية ويحطها وبراها. يا سلام على الفرصة المهدرة في اللقطة الماضية. ومعاهم لاعب من فريق الفيصلي راح تتنفذ تصطدم في الحيطة ترجع لسوما والمحاولة من جديد لكن بيشتتها دفاع فريق البسيتين أفضل بكثير عن البسيتين. كرة لعبت بطريقة خاطئة من ركلة ركنية تنفذ من جديد الآن ممكن العرضية يماطل ويمرر الآن ويا سلام يا حسين حرم. ياسر في لاعب طاح في أرض الملعب من جانب البساتين هجمة عكسية الآن بمور وركلة جزاء. ركلة جزاء في هذا اللقاء تضع حد للمحاولات وحكم اللقاء إبراهيم الحسني يعلن عن وجود ركلة جزاء. ماذا يحدث في هذا اللقاء؟ يعني ربما يعترضون على اعتبار أن في لاعب ساقط في أرض الملعب من جانب فريق الفيصلي وكان يطالب اللاعب الأردني إخراج الكرة برا الملعب لأن لاعب من فريق البسيتين طايح في أرض الملعب لكن هذا ليس من القانون وحكم اللقاء هو صاحب القرار ويتدخل طبعا بعض العقلاء من اللاعبين لتهدئة الوضع مو محتاجة يعني خلاص الحكم أعطى قرار. إعادة مرة ثانية اعتقد ركلة الجزاء واضحة ما عليها اي يعني اي ملاحظات واضحة هذه من زاوية تشوفها ايضا من زاوية اخرى لكن افضل زاوية انك تشوفها خلف المرمى في كاميرا خلف المرمى راح تعطيك اوضح واوضح. بشوت اللاعب نابي سوماه قد يدخل سجلات الفيصلي. هنا بتلعب جول أول في هذا اللقاء ويأتي من اللاعب نابي سوما من ركلة جزاء بدقيقة 61 ليكون أول لاعب من فريق الفيصلي السعودي يسجل هدف خارجي في أول مشاركة خارجية. نابي سوما في اليوم 26 من نوفمبر لعام 2012 أول يأتي على يمين حارس مرمى حسين حرم من نقطة الجزاء يضع فريق الفيصلي متقدم واعتقد هو تقدم منطقي لما يعني فعل الفريقين في شوط المباراة الأول والثاني يعني في سيطرة في استعد بكل حواسه لاستقبال كرة غامضة الآن من فريق البسيتين. كرة بتلعب وبالراس يبعدها إلى ركلة ركنية دفاع فريق البسيتين بيلعبها وكرة العرضية لكن بيد حارس المرسير آلين تيف
تلعب الكرة العرضية وخطيرة لكن تبعد بطريقة خاطئة، ومن حسن اللحظة طلعت كورنر الآن. ركلة ركنية فوز في هذه المباراة. محاولة بساتين قائمة في أرض الملعب، لعبة عرضية وتيسير آل التيف بيتصدى لهذه الكرة، كانت خطيرة. ناحية اليسار الفيصلي بيلعبها خطيرة لكن بيطلعها المدافع، وكان متأخر المهاجم سوما في الموسمين الماضيين. كرة توصل وبيحاول يلعبها وتوصل إلى البساتين ويلعبها مع حارس المرمى تيسير. 0-0 ما بين بنياس وفريق البساتين. هنا محاولة وتلعب ويحطها، الله، وضاعت فرصة التعادل لفريق البساتين، لان هي المباراة الثانية لها نقطة واحدة هنا ملعوبة، لكن هي المباراة الأولى. احنا نتكلم عن شيء سابق، يمنح دقيقة يبدو لي أو 40 ثانية حتى الآن على زيادة، وهنا الصافرة النهائية والفوز التاريخي لفريق الفيصلي السعودي في أول مشاركة له خارجية كانت على شقيقة فريق البساتين البحريني. هاردك لفريق البساتين البحريني، ألف ألف مبروك لفريق الفيصلي والنقاط الثلاث.